موجز اخباري من جديد ياتيكم من موقع صدى البلد. شهدت مصر انخفاضا في اسعار الذهب مقارنه بالاسبوع الماضي، حيث سجلت اسعار الذهب عيار 21 الاوسع انتشارا في مصر 816 جنيها، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 933 جنيها، وسجل عيار 18 699 جنيها. أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية غلق طرق العلمين الصحراوي لوجود شبورة كثيفة، وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظاً على سلامتهم. يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة ليلاً على القاهرة والوجه البحري، وطقس بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، كما يسود البلاد طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة والوجه البحري معتدلاً على السواحل الغربية. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشوراً جديداً بشأن امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وشمل المنشور قرار الوزارة بمد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلبة الصف الثالث الإعدادي حتى يوم الخميس المقبل. ولمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.